السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كلام أنا بقوله جريء شوي. البعض من الأخوات المتزوجات يشتكون من جفاف عاطفي من قبل الزوج. يقول دائما الحب قبل الزواج كان يحبه ويتحبه. لما تزوجوا ما أقول انتهى الحب. المرة تقول أبي بس يحترمني، أبي يقدرني، أبي يعني الخير اللي أقدمه له والاهتمام اللي أسويه وتربيتي العيالة أنت تسوينها لله طبعا. بس مهما كان أبي مردود من الزوج، أبي اهتمام، يهتم الربعة، يهتم للناس، كلامه حلو معسول مع الناس، هلا وكلام جميل، أنا أولى بالكلام. سبب الجفاف العاطفي، سبب الصداع بين الحالة الزوجية والصدع اللي يصير بحالة الزوجية، ترى سببه أن الزوج قد لا يهتم بكلامه. في المقابل العكس، المرأة بس عندها الزوج أنه مصدر رزق ومصدر مال، وكأنه بس يعني بس يشتغل لهم، جيب وحط وسو، ويبي مثل ما تهتمين برا تهتمين فيني. كلا الزوجين. وكلمة دار ونحفظها ونقرأها دائما، الاهتمام أعظم من الحب. لما تحس المرأة إن لها قيمة والزوج يكون له قيمة، المرأة مهتمة فيه، مو تهتم بنفسها وتهتم برفيجاته وتهتم بزوارات وتهتم بالعراس، لكن ما تهتم فيني أنا كزوج. في المقابل في شيء غلط وحرام يسوونه بعض الحريم، حرام ويجوز وعيب. شو يسوون بعض الحريم؟ تدز رفيجاتها على زوجها، بختبر زوجي، يعني تخلي رفيجاتها تكلم زوجها، ارسلي رساله بسناب، ها سنابه، وقولي لها كلمات حلوه، خلينا نشوف بتطيحينه ولا لا. وقد يفتن الزوج، والله العظيم تالله بالله ان بعض النساء ترسل رفيجاتها على زواجها. وكم من قضيه والذي نفسي بيده، عندي في المحكمه يقول انا انصدمت انه تزوج وانه يخوني مع رفيجتي. شوفوا وصل الامر، انت السبب وتستاهلين. على بني انا بختبر زوجي. حتى اذكر احد القضايا المرأة تبكي تقول ما قهرني الا انه خانني مع اعز رفيقاتي قبل. انت السبب. قالت لا انا بالبداية كنت ابيها هي بس جس نبضة. ضافتها بالسناب. شلون انت يا مرة وين الغيرة تقولين حق احد صديقاتك كلمي زوجي بالسر؟ خلينا نشوف. وهذيك تمادت، وهذيك هذه اصلا لو فيها دين، انت لو فيك دين ما سويت شيء هذا، وهذيك لو فيها دين وايمان، ما بتكلم عن ايمان ودين، طبعا السفر ما عنده ايمان ودين اللي يتكلمها رجل اجنبي. ما راحت تبي تخرفن الزوج، وهذاك ما صدق على الله. فاتمنى اولا التعلق بالله تعالى، ان الله سيهدي الزوج هذا واصرح له زوجه بعد دعاء 100 عام. زكريا دعا ربه 100 عام ان الله يصلح زوجته فهداه الله تعالى. الدعاء توكل على الله تعالى، رضا الله قبل رضا الزوج. ويا حريم اتقوا الله، وعيب اللي قاعد تسوونه. والله انا بكتشف زوجي يخوني ولا لا. واذكر واحده كلمتني تقول زوجي بخيل، والبخيل هذا علاجه صعب، واظن يمكن ما له علاج، بس ان شاء الله علاج. تقول والله لما نروح معاه الجمعيه والسوبر ماركت ولا لولو هايبر ولا كارفور، تقول شو يسوي فينا؟ لا غالي. تقول بنتي خذت مره شوكليت بالغلط يطقها، لا غلط ما ادري شنو غالي ما يصير. يموت يموت على التنزيلات، يروح على العروض بخمسه مع دينار، ولا الهمشه تجي تاخذها ب10 ريال كذا. تقول لما اروح معاه يصرخ علي قدام الناس، ما ادري قدام الناس جعص زطي ما يندي، ومع ربع بشير بسعدك على الاحرام في بيت كرامتك تلقاه ويحالف ويقلط وكذا. تقول مشكلة مع ربع كل يوم غدا عشاء غدا عشاء، يعزم ربعه، لكن معانا بخيل بخيل بخيل. هذا ما هو يعني ما في خير، ما في خير. تقول والله يوم التعس عندنا لما اروح مع، تقول اتفشل، اضطرني او ماشي الجمعية وسوبر ماركت اروح عند العروض تنزيلات. تقول الله يرزقك، حتى حفاظات الجهال ياخذ ارخص شيء، تخيس البيت عيال تخيس، مو مشكله، ليش تاخذ الغالي؟ هذا كله حفاظات يعني، الله يرزقكم. الحليب لازم ياخذ اقل شيء. ذبحني انا بموت، تكفى ارحم والديك، انا بطلق منه. وتطلقت. قال ما اقدر اصبر. تقول اقسم ما اقدر اصبر. للاسف. كذلك من الامور عدم اهتمام الزوج بنفسه وبجسمه وبرائحته. انت ما تبيها تلبس لك وتكشخ لك، انت كذلك البكس وكشخ، واهتم بجسمك واهتم بنفسك وريحتك الله يجزاك خير، اسنانك فرش، ترى بعض الرجال ما يفرش او ما يحلق الا بالعمره
بس والله ترى ما حلق الا بالعمره يمكن نهائيا ما يهتم يا اخي فرش اسنانك انا بعرف شلون انا يمكن ما داوم اذا ما فرشت يمكن او ما تسوقت يعني اهتمام انسان بهندامه برائحته مثل ما تبي تكون مره مهتم مهتم بنفسك طالع ما بقول كذاك شنو انت فاهمين اسال الله يصلح الحال ويصلح ازواجنا وهديهم يصلحهم وانت بعد اشتري له عطر انت جيبي له عطر ديودرنت شيء بلاش خليه عطر خليه يسنع وللعلم ترى من مشاكل الطلاق او من حالات الطلاق من اسباب الطلاق ترى يمكن الزوج ما يهتم بنفسه والله ما ادري تقول ما ادري تقول والله ما اقدر ريح طرف وزار ريح ذيل قطو ما ادري تقول ما اقدر ريح ناقه ابدا ما يهتم والله العظيم اقسم بالله كريم واحد يقول لي ابوي يقول رجالي غدي صن ما يغدي خن قلت شنو صن شنو خن صن يعني رجال سن مصنن لوع كبدك ما يغدي خن شنو خن يعني ما في خنه الخنه والبخور هذا حق الحريم هذا على ابونا مرجله والله لا يعرف المرجله ولا يعرف حتى النظافه ولا يعرف الخلق ولا يعرف حتى السنه بالعكس النبي عليه الصلاه والسلام يقول حب بلي من دنياكم الطيبوا النساء وجاء في الاثر بعض الاثار يقول احد السلف لو انفقت ثلث مالك الطيب ما انت خسران لاننا طيب يحب الطيب يحب الريحه الطيبه والواحد لما يدخل المسجد يصلي ريحه طيبه مو ريح ما ادري عدس ريح دال لا مهما كان يهتم واحد بنفسه انا اصلا كنت